السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي وخواتاتي، كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة صوفيا شانيل، اللي هي قناتي. مؤخرا انتشر واحد الفيديو ديال الممثلة القديرة فاطمة وشاي، كتهضر فيه على العمالية اللي ولات متداولة عند العديد من الفنانين والعديد ديال اليوتيوبرزات، يعني أي واحد دار شي حاجة كيطلع في العمالية. خليكم مع الفيديو وخليكم كذلك مع التعليق اللي حطات أسماء بيوتي بسبب الحفل ديالها اللي كتقول انه ماشي حفل البلوغ كيف ما كان متداول عند العديد من القنوات والصفحات، انما هو حفل عيد ميلاد فقط. قررت انها تجمعه وبغات تحتفل بهذه الطريقه. خليكم مع الفيديوهات، ولكن خوتي خواتاتي ما تنسونيش من لايكاتكم اللي كتشجعني وتعليقكم بخصوص الموضوع، وكذلك لاول مره كتشاهد القناه ما تنساش تابونوا وفعل الجرس باش توصل دائما جديد. السلام عليكم. دابا بغيت غير نفهم، وعندي واحد السؤال. واخا رانا هضرت بزاف هاد الايامات بلغه الفهم يفهم، ولكن واقيلا لا، خاصني نخرج ديريكت. بغيت نفهم انا هاد الهستيريا، هاد الجنون، هاد الحماق ديال العماريه. شنو هاد الحماق ديال العماريه؟ ويلي تزوجتي العماريه، طلقتي العماريه، شديتي الضد مع جارتك طلعي العماريه، بلغت بنتك طلعي العماريه، بلغ ولدك طلعي العماريه، ضربوك في الزنقه في المارشي طلعي العماريه. بزاف، راحوا شويه، راحي شويه، بركه من العماريه، بركه من ندمتو ديك العماريه، وندمتو دوك الهنود اللي صوبوها النهار الاول، وندمتوهم. راه خرجتو الدري الطريق، راه قصيرات جايه تبيعوا فيهم وتشري مهم، بغاتهم يديروا الروتين اليومي. راحوا شويه، راحوا شويه البنات الشعب، راحوا ليهم، راحوا، راه حشومه، عيب هادشي، شوهتونا. تبارك الله، الناس بزاف يعجبهم الحال، الناس الشمال، كاينين الناس حتى هنايا في الداخل عندنا اللي قال لك تبارك الله ما شاء الله عليهم، عندهم حتى هما تقاليد وثقافه ديالهم زوينه. كاينين الناس اللي يعجبهم هادشي هذا، وكاينين بين قوسين الناس اللي اصلا خصهم غير شي موجه باش تدفعهم شي شويه يزيدوا للقدام. دونك اجي نهضروا، اجي نخرجوا واحد الكلمه ديال البلوغ. بنتي يلاه كانت عندها 9 سنين، يلاه دارت 10 سنين، بنتي الصغيره يلاه عندها 5 سنين. دونك بناتي ما عندهم حتى علاقه بالبلوغ. ديجا انكم دخمتوا الامر لواحد الدرجه ما كتصورش. شنو هو البلوغ بعدا اصلا؟ البلوغ هو واحد المرحله كنكونوا اطفال وكننتقلوا من مرحله لمرحله، يعني ماشي شي جريمه ولا شي حاجه خايبه. لنفرض انا كاع هاد بنتي بلغات وبغيت نفرح بها، سوق شي حد فيا؟ ما سوق حتى شي حد فيا. يعني عيد ميلاد ديال بناتي فرحت بالطريقه اللي انا عجباني، هي انني نشوف بناتي لابسين واحد اللبس اللي هو عنده تقاليد وثقافه شماليه، اللي ما عندهاش علاقه بواحد الموضوع اللي بنادم كذب وتيق كذب. يعني الصراحة أنا تفاجأت، واللي فاجأني أكثر هو أن واحد الفنانة تبارك الله، يعني تبارك الله كبيرة فلاج اللي ما غنحترمها طبعا وما غاديش نقص منها ولا شي حاجة، على راسي من الفوق أنا ما نكذبش عليك، تفاجأت لحقاش يعني الموضوع عطاوه أكثر من الحجم ديالو. وكنبغي نقول لهم يمشيو يهضروا على مواضيع أخرى. أما أنا شنو هي؟ أنا يوتيوبرز انفلونسوز، أنني كنبين واحد الخدمه، خدامه، يعني هذيك راه خدمه كنخدموا باش كنبينوا الكافات، باش كنبينوا دي تريتور، باش كنبينوا قاعات، باش كنبينوا بزاف ديال الحوايج. دونك حنا خدم حكم انني ما كان اديكش، ما كنجيش لجيبك ونهز لك رزقك، بحكم انني ما كنديرش لك نعرضك في شي خطر. يعني انا كنفرح ببنياتي وكنحتفل ببنياتي، اولا كنحتفل في داري، اولا كندير شي مناسبه، فهذاك الشيء شغلي انا وسوقي انا، نفرح كيف بغيت وندير ما بغيت، هذاك كيبقى شي حاجه اللي هي شخصيه ديالي. دونك انت ما عندي فاش ناديك، يعني هاد الممثله اولا هاد ما عندي فاش ناديك، يعني ما كاين لاش تطلعي مثلا وتهضري على موضوع تافه بحال هذا. انا بنتي باقا صغيره وكنعاود نكررها ما بلغاتش، ولكن كنوعدكم نهار غادي تبلغ غندير ليها ان شاء الله شي شد على التقاليد الشمالية التطوانية إن شاء الله، اللي شي حاجة ما دايراش وندير لها أكبر قاع إن شاء الله. يعني النهار اللي غادي تبلغ فين هو المشكل؟ عادي جدا. ومن هذا المنبر هذا بحكم هضرت كنبغي نشكر خولة
الغزاله ديال الشمال. ويا اختي سكر فن ديك السيده صديقه، كنقول لها شكرا حيت كبرتي بيا وجيتي غنيتي البنتي في عيد ميلادها. لهلا يخطيك يا خاولة اختي. كنبغي نشكر هند المكاوي اللي توب 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 توب.